من جامعة الأميرة سمية، بنشرح لكم اليوم على مشروعنا في مادة الـ Embedded Systems. أنا مروة طراونة. أنا رامي مرحية. محمد حمداني. مشروع المادة الـ Embedded Systems هي عبارة عن روبوت بحل الروبيك كيوب بأقل وقت ممكن. هلأ المشروع بتكون من جزئين اللي هو السوفتوير والهاردوير. السوفتوير اللي هو رح يكون فيه عليه Color Recognition والالجوريثم اللي بتحل الروبيك كيوب. هلأ في عنا بالهاردوير في عنا استخدمنا PIC16F77A واستخدمنا 6 درايفرات اللي هو DRV8825 بحيث هدول بيبعتوا للموتورات عشان يحلوا الكيوب بأقل وقت ممكن. اوكي هلأ رح أحكي عن Color Recognition. Color Recognition عملناه برنامج كتبناه على الجافا، بيقرأ الـ RGB components تاعون كل بيس على الوجه الواحد باستخدام الكام. البرنامج بيعمل سكان للوجوه تاعون الكيوب وجه بنعمل سكان لأول وجه، بنلف على الوجه الثاني بيعمل سكان الوجه اللي بعديه، بس نعمل سكان للست وجوه بيعمل جنريت للسوليوشن تاع الكيوب بيبعته من خلال USB to TTL module بيبعته للبيك كنترولر. وبالنسبة للسوليوشن فهو مكون عندنا من string of characters. هدول الكاركترز ممكن يكون واحد من UBF LDR اللي هم مثلوا عنا up down left right back front. كل كاركترز عندنا بيبعت مع الدايركشن تبعه عشان يحرك الموتور الخاص فيه. لانه احنا قاعدين نستخدم السيبر موتور اللي هو عنده 200 ستيب بير ريفولوشن، فالدرايفر بحرك الماتور 1 ستيب على كل هاي تو لو ترانزيشن، بس احنا بدنا نحركه 90 درجه فبعد 50 ستيب. هلا عندنا اول خطوه اللي هي الكالر ريكوجنيشن، نستعمل الويب كام عاديه عشان تعمل السكان للسكس فيسز تاعون الكيوب. هيك حطه قدام الكاميرا بس بياخذ الفيس يعمل السكان. بس اعمل سكان لكل الفيسز بكبس سبيس بيطلع السوليوشن بينبعث من خلال USB to TTL للمايكرو كنترولر. الخطوه الثانيه انا البيك مايكرو كنترولر بيستلم الحال من الكمبيوتر. الحلف عباره عن سترينج بيمثل 22 حركه، الحركه الواحده عندنا 90 درجه لاي وجه من الوجوه كلوك وايز اور كاونتر كلوك وايز. المايكرو كنترولر بحللهم حركة حركة، كل حركة ببعثها للموتور الخاص فيه عن طريق درايفر بوصل وبلس ودايركشن. Done.